بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في كتاب التفسير، وهو الكتاب 65 في الصحيح، تكملة الأبواب الواردة في تفسير سورة النور. وكنا قرأنا في المجلس الماضي قصة الإفك والحديث الطويل المتعلق بسيدتنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وكيف أن الله برأها في قرآن لكرامتها لانتسابها لهذا النبي المكرم، ولم يبرئها برؤية مثلا، ولم يبرئها بحديث نبوي، لكن برأها بقرآن يتلى إلى يوم القيامة إعلاء لكرامتها، لأنها أم المؤمنين منسوبة لنبينا، فهي زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. باب قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فيما أفضتم فيه يعني خضتم فيه. وقال مجاهد: تلقونه يرويه بعضهم عن بعض. يبقى إذ تلقونه بألسنتكم، يعني إيه؟ يعني يرويه بعضهم عن بعض، يعني يتناقل الحديث، يعني معنى تناقل الحديث. تفيضون تقولون، هو جايب تفيضون هنا، وإن كان إيه اللفظ ده ما جاش في سورة النور، ده إيه في سورة يونس، لكن إيه لأن هنا إيه الأفضتم، وفي سورة يونس قال تفيضون، فجايبها يعني من باب ايه تقارب اللفظ. يعني هي في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما ولا تعملون إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هي الآية ايه في سورة يونس، لكن هنا أفضتم في سورة النور أفضتم، فهو جاب كلمة تفيضون بمعنى تقولون على سبيل الاستطراد زي ما قلت لك. بإسندنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن كثير، ده شيخ الإمام البخاري العبدي البصري، محمد بن كثير العبدي البصري، قال أخبرنا، وفي روايات أبي ذر الهروي حدثنا مكان أخبرنا سليمان ده أخوه، سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير، عن حسين عن أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة، عن مسروق اللي هو ابن الأجدع، عن أم رومان أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها، يعني لما رميت بالإفك وعرفت ما يقال عليها في أثناء مرادها غشي عليها، يعني أغمي عليها، فقدت وعيها من شدة الحزن، خرت مغشيا عليها. باب: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، يعني في شأن أم المؤمنين، ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن أبي قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة: سمعت عائشة رضي الله عنها تقرأ: إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه بألسنتكم. والولق اللي هو الكذب، إذ تلقونه بألسنتكم يعني تكذبون بألسنتكم،
لكن ليست هذه هي القراءة المتواترة. القراءة المتواترة إذ تلقونه بألسنتكم، يعني تنقلونه إلى بعضكم بعض. لكن سيدتنا عائشة كانت أحيانا تقرأها بهذه القراءة، وتبقى القراءة دي شاذة. شاذة يعني إيه؟ يعني قراءة أحاد وليست قراءة متواترة. إذ تلقونه بألسنتكم، من ولق الرجل إذا كذب. باب: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى الأدب لما تسمع إشاعة تتعلق بعرض مسلم تقول الإجابة دي، تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا إفك مبين. يبقى دي أدب قرآني وذكر قرآني تقوله في زمن الإشاعات، لأن كثيرا ما تشاع كلمات إيه على بعض المسلمين لم تثبت، ويتناقلها الناس حتى أنهم يظنوا أنها وقعت وهي ليست واقعة. ففي الحالة دي لا تقول هذا، وإلا لأن إيه ربنا بيقول إيه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم، يعني ما تسمعوا كلام لا ثبوت لصحته ويتعلق بعرض المسلمين تقول إيه: قلتم ما يكون لنا، يعني ما ينبغي لنا. ما يكون لنا يعني ما ينبغي لنا وما يصح لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، كما أنك تقول سبحانك أي تنزه الله، فتنزيه الله يجعلك تنزه خلقه لأنهم خلق الله. فسبحانك هنا جاي من التنزيه، فإذا أردت أن تنزه الله فنزه خلقه أيضا عن التهمة. فدي علاقة سبحانك، مع أن الكلام في الخلق، لأن من عرف الله الحق رآه في الخلق. فهمت بقى؟ لأن الخلق قائمين بالله سبحانه وتعالى. سبحانك هذا بهتان عظيم. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد القطان عن عمر ابن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها، في رواية قبيل موتها، على عائشة وهي مغلوبة. ستنا عائشة في مرض وفاتها، ده كان بعد وفاة النبي بسنوات طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسيدتنا عائشة كان عندها حوالي مثلا 18-19 سنة، وسيدتنا عائشة ماتت عندها 63 سنة، يعني عاشت بعد النبي عمر طويل. فهي في مرض وفاتها سيدنا عبد الله بن عباس أراد أن يزورها، فاستأذن عليها عشان يخش يزورها يعني. وهي مغلوبة، يعني إيه؟ من كرب الموت، يعني شدة إيه؟ مرض الموت. بيبقى الإنسان مغلوب على أمره بسبب ما يعاني. قالت: أخشى أن يثني علي، من الثناء يعني، هيجي بقى يمدحني وأنا تعبانة ولا عايز حد يمدحني ولا بتاع، أنا عايز ربنا يغفر لي، هو ده وقته. فهمت؟ ستنا عائشة بتقول كده للناس اللي حواليها يعني. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين، ما يصحش يستأذن عليك، نقول له اخرج، يعني اللي حواليها اولاد اختها سيدنا عبد الله بن الزبير وكده، يقولوا لها ده يعني هنحرج كده ازاي ان احنا ما ندخلوش، ده ابن عم النبي ومن وجهاء المسلمين، فاذني له يدخل. يبقى يجوز الشفاعه هنا بقى ايه؟ لاهل الصلاح. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين. يقال ان اللي قال لها كده عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر، يعني ابن اخوها، ابن اخوها عبد الرحمن بن ابي بكر، يقال ذلك هو اللي قال لها كده. قال لها: ما تحرجناش مع الناس، هو الراجل بره بيستأذن، هنيجي نقول له لا مش ما بتأذن لكش كده نحرج، وده راجل من وجهاء المسلمين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إذن له. فوافقت، إذن له يعني دخلوه. فقال لما دخل عليه سيدنا عبد الله بن عباس: كيف تجدينك
يعني كيف حالك؟ قالت بخير إن اتقيت الله، بخير إن اتقيت الله، وفي رواية إيه؟ إن أبقيت، يعني لو طال عمري أو ربنا يديني فرصة أن أنا أكثر أعمالي، خيركم من طال عمره وحسن عمل، على رواية إيه؟ إن أبقيت. وفي الرواية الثانية بخير إن اتقيت الله. قال فأنت بخير إن شاء الله. سيدنا عبد الله بن عباس بقى بيطمنها، فقال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. يبقى إيه كل ده مزايا فيها، يعني بيطمئنها يعني. ودخل ابن الزبير لسيدنا عبد الله بن الزبير اللي كانت بتكنى به، ستنا عائشة لم تنجب، لكن إيه أرادت ان يبقى ليها كنية يتقال لها ام فلان، فالنبي قال ايه تكني بابن اخيك بابن اختك عبد الله، فكانت يقال عليها ام عبد الله ستنا عائشة اللي هو عبد الله بن الزبير. ودخل ابن الزبير خلافه، يعني بعد سيدنا عبد الله بن عباس دخل عليها سيدنا عبد الله بن الزبير، فقالت بتقول له بقى بتقول لي لابن اختها، دخل ابن عباس فاثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا من شدة خشية الله. يعني قعد عبد الله بن عباس بتقول له دخل علي فأثنى علي، وأنا في الحقيقة أنا كنت أود أبقى إيه نسيا منسيا من خشيتي من الله، فهي إيه ذائبة من خشية الله ومن خوف الله. هكذا حال العارفين بالله، مش أنت بقى تصلي الفجر يومين ورا بعض في الجامع تفتكر نفسك بقيت يعني خلاص بقى من كبار المسلمين والمؤمنين. ها في ناس كده، لا، كلما ازددت معرفة بالله كلما ازددت له خشية، والنبي كان يقول انا اعرفكم اعلمكم بالله واخشاكم لله. وعنه به قال، وكلمة نسيا منسيا يعني لم اكو شيئا، لم اكو شيئا، وهذا طبعا على طريق الورع وشدة الخوف من الله عز وجل. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا، يعني نحو الحديث السابق بس ما فيش زيادة كلمة نسيا منسية في آخر الحديث. قوله يعظكم الله، وفي روايات باب في قوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني ما دمتم أحياء مكلفين لا تعودوا أبدا، طول ما أنتم أحياء مكلفين لمثل هذه الأقوال الكاذبة على المسلمين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وعنه به قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي شيخ الإمام البخاري قال حدثنا سفيان عن الأعمش، سفيان الثوري عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي مادح النبي شاعر الرسول سيدنا حسان بن ثابت، حسان بن ثابت ممن خاض في الإفك وعشان كده جلد حد قذف، جاء بقى حسان بن ثابت عايز يزور ستنا عائشة في مرض وفاتها بعد ما كبر بقى كويس، جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت يعني ايه مسروق قال لستنا عائشة قلت أتأذنين لهذا وهو تولى كبره، يعني ممن تولى كبره يعني ممن نقلوا هذا الحديث، أتأذنين لهذا؟ قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم، ثم خلاص ربنا كفر عنه وأصابه عذاب عظيم، أقيم عليه الحد وفقد بصره لما كبر عمي، عايزين منه إيه تاني؟ فسمحته هي، واخد بالك إزاي؟
قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان تعني ذهاب بصري. فقال دخل سيدنا حسان بن ثابت بقى وقال لستنا عائشة ايه كم بيت شعر كده يعني بيستسمحها فيه. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان يعني عفيفة من الحصانة اللي هي كمال العقل يعني. حصان يعني عفيفة كاملة العقل. حصان رزان، واحنا نقول حتى في اللغة العامية بتاعتنا ده راجل رزين مش كده برضو؟ اي رزان بمعنى رزين. رزين يعني ايه؟ يعني انسان عاقل عنده حكمة، غير متهور غير متسرع. فده معنى. يبقى حصان من العفة ورزان من العقل. ما تزن بريبة يعني ما تتهم. ما تزن بريبة يعني لا تتهم بأي شيء يشك فيها يعني. ما تزن بريبة وتصبح غرثا يعني جائعة من لحوم الغوافل. يعني هي لا تغتاب أحد. خد بالك ان اللي بيغتاب بياكل لحم اخيه، يعني يبقى شبعان مش كده برضو؟ اللي بيجيب سيرة الناس ايحب عدوهم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، فهو بقى بيقول ان هي لا تجاري الناس في ذكر معايب الناس ولا تغتاب احد، حتى ولو اغتابها الناس هي لا تغتاب احد. فتصبح غرثة يعني جائعة لانها لا تغتاب احد. من لحوم الغوافل يعني من ايه؟ من لحوم من ايه يغتابوها او من يغتابوا في دارها، يعني لا تجاري الناس في غيبة الناس ولا تنقل ايه مساوئ الناس ولا تتكلم في عيوب الناس. كل ده طبعا ايه يعني مدح لها. قال لها ايه؟ حصان رزان ما تزن بريبة تصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني لا تغتاب احد يعني. قالت ستنا عائشة بقى ردت عليه قالت له لكن انت بقى اللي بتاكل لحوم الغوافل. لكن انت وخلاص. انت عملت كده يعني، انت بتمدحني بحاجة انت واقع فيها. لكن انت يعني انت كنت اغتبتني، يعني لما بتفكروا بحداثة الافك دي اللي مر عليها يمكن 40 سنة. قالت لكن انت باب ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الأعمش، شعبة اللي هو ابن الحجاج طبعا، عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال، شبب يعني أنشد فيها تغزلا في محاسن إيه أخلاقها، يسموه التشبيب في لغة العرب، الشعر اللي فيه غزل يسموه التشبيب. فهنا بيتغزل في إيه؟ في أخلاقها الكريمة، فهم؟ علشان كده بيقول لك فشبب يعني تغزل في أخلاقها. وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني لا تغتاب أحد. قالت لست كذاك، أنت بقى مش كده، لست كذاك، غير الرواية التانية لكن أنت، هنا بقى الرواية التانية لست كذاك، يعني بل تغتاب الغوافل. فاكر زمان كأنها بتفكره بما حدث منه ساعة الإفك يعني. قلت، ده مسروق اللي قال لها، قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم، لأنه هو ممن نقله يعني. طبعا اللي تولى كبره في البداية هو عبد الله بن أبي بن سلول، لكن حسان من اللي نقله. فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي سمحته علشان كان بيدافع عن النبي وعلشان كان يرد على النبي
وعشان ربنا عاقبه وقيم عليه الحد، وبعدين لما كبر فقد بصره. عايزين منه ايه تاني؟ كفاية بقى كده. ده دليل ايه؟ طيبة ايه؟ طيبة قلبها رضي الله عنها وارضاه. باب: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. لهم عذاب اليم في الدنيا اللي هو حد القذف 80 جلد، والاخرة هيبقى بقى النار، ربنا ينجينا من عذاب الله. يبقى ان الذين يحبون يعني يريدون ان تشيع تنتشر يعني. اذا كان اذا جلد ولم يتوب. افرض بيتجلد لكن بيقول انا قاصد الكلام ده، وبعد ما اتجلد رجع يعيده تاني. لو صاحب القيامة الحد الندم مع التوبة خلاص يبقى الحد كفارة. يعني احنا بنشوف بعض القتلة لما يجوا يقبضوا عليهم يقولوا له يعني انت ندمان على ان قتلت فلان، يقول لك لا ده لو لسه عايش هقتله تاني. مش بتسمع الحكايه دي من بعض الناس القتله؟ ده حتى لو اقيم عليه حد القصاص ميت ايه؟ مصر على الذنب. فهمت؟ لازم علشان ربنا ينفي عنك عذاب الاخره لازم تموت تائب. تائب يعني ايه؟ ندمان. الندم توبه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يعني من رأفة الله بعباده ورحمته بعباده شرع لهم الحد عشان يعاقبوا في الدنيا بدل ما يعاقبوا في الآخرة. عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. تشيع يعني تظهر. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يعني من الألية اللي هو الإيه؟ الحلف. ولا يأتلي يعني ما حدش يحلف إنه إيه ما يفعلش الخير يعني. لأن سيدنا أبو بكر لما صفوان بن المعطل ده ابن خالته، أمه تبقى بنت خالة سيدنا أبو بكر، وكان فقير صفوان بن المعطل، وكان سيدنا أبو بكر بينفق عليه وعلى أمه. فلما نقل برضو الحديث سيدنا أبو بكر إيه؟ أقسم ألا ينفق عليه. كويس؟ فنزلت الآية دي: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ليه؟ لأنه صفوان بن المعطل تاب وندم وأقيم عليه الحد. فخلاص بقى أدم ندم وتاب وأقيم عليه الحد يبقى ارجع النفق عليه كما كان، وما تحلفش انك انت تقطع الخيرك عن الناس حتى لا يقطع الله خيره عنك. فهم؟ علشان كده بيقول ايه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يقصد سيدنا أبو بكر يعني، أن يؤتوا أولي القربى. أن يؤتوا هنا فيها ايه؟ تقدير ألا يؤتوا يعني. ألا يؤتوا فيها تقدير لا. مفهومة في لغة العرب كده مقدرة. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني أنت لما تغفر للناس ربنا يغفر لك، لما تحسن للناس ربنا يحسن إليك، لما ترحم الناس ربنا يرحمك، لما تعفو عن الناس ربنا يعفو عنك. يبقى ايه؟ كيف تعامل الناس، كيف تحب ان الله يعاملك، فعامل الناس بالطريقة. اذا قبلت عذر المعتذر ربنا يقبل عذرك، انما ما تقعد للناس على الوحدة ولا تقبل عذر الناس، تيجي تعتذر ربك ربنا ما يقبلش عذرك، هيعاملك بالمثل. فهمت؟ وربنا رحمته واسعة. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني الجزاء من جنس العمل. الخلاصة أن الجزاء من جنس العمل. وعشان كده سيدنا أبو بكر إيه؟ قال والله أحب أن يغفر لي، وأعاد عليه النفقة. كويس؟